طلع مش بعد اذنك، زوجتي منتقبه، والدها قال لك لا انا للنقاب ده، وجت في اول رمضان رحنا علشان يعني نحاول نطيب بخاطره، قال لي ما عنديش بنات منتقبه وما تخشش عليها البيت. هل بكده هي تكون عاقه لي؟ لا لا وهي ليس دايما لا دماغها استعاقة. مقلبه وتقول حاسه دايما ان هي كده مقصره في بره، وان هو لا رجل شيء يعني رجل برضه ساءت العلاقه بين والدتها وابوها بسبب الموضوع ده. يا أخي، الرجل هو رجل زائغ، أبوها رجل زائغ، تمام ويقول ليس عندي بنات منتقبات تغطي الواجب، هو رجل زائغ في دينه. تمام تثبت على النقاب وتغطية الوجه وتذهب تعوده مرة واثنين وثلاث، إن أبى إلا أن تتكشف لا تطيعه في المعصية. تمام حتى لو الموضوع وصل ان في مشكله بين ابوها وامها. والله يعني مسألة تخصهم أنتم أدرى، لكن أنا لا، لو كانت زوجتي أبدا ما تكشف وجهها. حتى الموضوع ممكن يوصل للطلاق. والله أنت حر، أنت هم الله أعلم. السلام عليكم، أنت أبصر. السلام عليكم.